تعرف. الو يا شيخ ربيع، اهلا بيك. اهلا بيك. انت لسه هتقعد تفكر ولا ايه؟ علاء ميهوب. لا علاء ميهوب، علاء ميهوب، علاء ميهوب ده صوته مميز جدا يا كابتن، ده صوته مميز جدا. بس اتكلم كلمه ونعرفها، لازم اجيبها. بقول لك كان بيقعد جون تقول لي بس اسامه عرابي. اسامه ليه؟ يا نهار ابيض، بقول لك كان بيقف كابتن مصر شوبر. الصوت الصوت بعيد والله يا كابتن، والله ده انت صوتك حتى مميز جدا يا كابتن. وانا لسه قايل ده سايب الهوا. قال لك كابتن ده سايب الهوا وداخل لك مخصوص. انا ما انا لا ده ما يقدرش. شو ده حبيبي؟ ايوه ده لسه بيقول لي، ده لسه بيقول لي ايه يا كابتن؟ اخويا وحبيبي يا كابتن. يا عم اسلام، ده الفل مساء الفل، منور يا كابتن ومنور بيتك يا كابتن ربيع. يا كابتن شوبير انت اخويا الحبيب، الحبيب حبيبي يا ربيع، ربنا يكرمك. ما اقدر انسى ان انت اول ما استقبلتني في النادي الاهلي والله لسه قايل الكلام ده. كان بيقطع فيك من شويه يا كابتن شوبير، انا ماليش دعوه يعني. ما اقدرش. حبيبي حبيبي والله، حبيبي حبيبي. اتفضل يا كابتن، اتفضل. ربيع معاه كارت بلاد يعمل اللي هو عايزه. الله، طب ما اطلع انا منها يعني. الله يخليك يا حبيبي. ربيع ده اخويا وحبيبي وصديقي وشرف وعشره العمر الجميله، الاحترام والادب والجدعنه والتفاني والانتماء للاهلي والمصر، نموذج جميل، الشخص المتدين المؤدب الملتزم، خلوق اللي يعني عاشق اللعبة وعاشق النادي وعاشق المنتخب. ربيع ده لعب مباراة كابتن اسلام مع المنتخب، دراعه مكسور، كان ماسك دراعه بيجري بيه كده مباراة دولية، وكمل المباراة لحد نهايتها لأن احنا كنا غيرنا التغييرين وصمم انه يكمل المباراة. يعني قصتي مع ربيع قصة طويلة جدا جدا، عشان كده لما قال لي اخونا عاطف مداخلة قلت له ده انا اكون ليا الشرف ان احنا انا ابقى مداخلة مع النجم الجميل كابتن ربيع. يعني يا كابتن شوبير، الحقيقة الكابتن ربيع اول ما دخل قال لي بص انا اول حد استقبل لي في النادي الاهلي كابتن شوبير. لا ده اول حاجات كتيره قوي. اول حد استقبله في النادي الاهلي. طب انا بضحكك يا اسلام على ربيع. ربيع لما بطل فانا شايفه مدرب من يوم كده يعني. فرحت ايه، كان عايزين نجيب مدير فني، كان ربيع لسه بطل. فقلت لهم خدوا ربيع ياسين من قبل ما اكلمه هو خالص يعني. فقالوا لي ماشي، طب يا ريت كابتن ربيع ده جميله جدا. فرحت اكلمه قال لي لا طب ابدا بس مساعد الاول. وبعد قلت له مساعد ايه، انت مدير فني هتشتغل. واشتغل وعمل شغل ما حصلش الحقيقه كمدرب، وكانت طنطا قريبه جدا من الصعود وفي منتخب مصر كمان. رغم ان كان في معارضه عنيفه جدا مش عارف ليه داخل المجلس، وقلت لهم هتشوفوا ربيع ياسين هيعمل ايه. ومن فضل الله سبحانه وتعالى يعني كان عنده نجاح غير عادي، وخد بطوله بافتتاح وكاس عالم، وفرق هدف وحيد انه كان هيتأهل للدور الثاني. ربيع شخص صبور ودؤوب وشخص بيعشق شغله، عارف اللي بيرضي ربنا في شغله وحاله يا اسلام؟ عارف اللي بيتقي الله في كل حاجه، هو ده ربيع ياسين. والله العظيم ثلاث شخص جميل جدا جدا جدا، نظيف، حابب الشغل. ده كان بيجنني يا راجل في المنتخب، يطلع اسوان بالاتوبيس اقول له يا راجل حرام عليك اتوبيس ايه يا ربيع؟ يقول لي حرام عشان ما اكلفش الناس. اقول له يا عم اتكلم لي حتى انت قلت طياره واحنا قلنا لا. على المال العام. والله حاجه، لا ربيع حاجه جميله، الواحد يفتخر يفتخر بيه، يفتخر انه بيمتلك النادي الاهلي. كابتن شوبير، اهم ذكريات شقتكم بقى اللي كنتوا بتقعدوا فيها مع بعض واللي تقدر تقولها طبعا. بص يا سيدي، انا راجل فكهاني بحب الفاكهه. كويس؟ فانا اجي بالليل كده وانا راجل بصر يعني ما بعرفش انام. ايوه. اجي اقول له بالليل كده ايه ربيع ايه تعالى ايه تجيب فاكهه. يقول لي طب انزل انت هات لنا فاكهه. طبعا الامكانيات كانت محدوده يعني. فنجيب استفندي، نجيب برتقال، الحاجات الخفيفه دي ما نقدرش لسه على الحاجات الثقيله يعني. ايوه. طيب فاقوم جاي جايب 2 كيلو استفندي مثلا. ماشي. على النص احنا قاعدين في المانيال. حلو؟ وارجع بيهم في الكيس. فارجع الكيس فربيع يلاقيه مليان. يضرب ايده في الكيس يلاقي السفنديه واحده والباقي كله الباقي كله ايش لا كلته وانت جاي في الطريق. والله كانت ايام جميله. اقول لك اتفضل في العجوزه. ادونا النادي ادانا شقه في العجوزه. كويس. وكنا بقى ترقينا ترقيه جامده بقى ان احنا نروح العزابه يعني، فكانت حاجه جامده يعني بالنسبه لي بعد العذاب اللي انا اتعذبته يعني. أيوة. ما اتعذبش جزء من العذاب ده. ايوه. فالمهم رحنا العجوزه، فاول يوم كان تحتينا جارنا كده اعتقد كان من السودان الشقيق او حاجه، فالراجل بص لنا فوق وسلم علينا وازيكم اهلا وسهلا ازي حضرتك بتاع.
وبعدين خمس دقايق كده او 10 دقايق سمعنا بام في ايه؟ طلعنا لقينا الراجل وقع من البلكونه مات. يا نهار ابيض كل يوم نوم على حاجه الله يرحمه. ثاني يوم رحنا ايه؟ لقينا قر وفر وجري في الشارع وبتاع. اثنين بيضربوا بعض بالمسدسات في الشارع. ده ثاني يوم ضرب نار تك 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 تك. ثالث يوم لقينا شجرة وقعت على عربيتين دشدشتهم. كده رابع والله العظيم ثلاثة اسلام كده. كويس ان انتم معانا لغاية دلوقتي يا كابتن. اسمع بس. رابع يوم بقى فضل. رابع يوم فجيت انا ايه كان السخان بالغاز كده فبقول على السخان راح ضارب وشي. يا نهار اسود. شعري. يا نهار اسود. صحيح صحيح. قلت له يمين بالله ما انا قاعد في الشقة. يعني ذكريات المانيا حوارات كتير انا وربيع. بس انا هقول لك حاجه الحقيقه. اتفضل يا كابتن. انه ربيع انا استقبلته في النادي بس انا جيت في وقت ضيقت بقى خلاص يعني وكنت تعبت جدا جدا. ايوه. قلت له ربيع انا مخنوق وقعدت اعيط يعني عايز العب يعني تعبان عليا نفسي جدا. قلت له ربيع انا اللي هلعب في نادي ولا حاجه انا حلبت شنطي ولميت شنطي ورايح طنطا. ربيع ده فضل مثلا ساعتين معايا. هتلعب وهتبقى جون الاهلي وهتبقى جون مصر وهتزهق من اللعب انت موهبتك وانت امكانياتك وانت 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 وخدني من ايدي ونزلنا للتمرين وهو ربيع الحقيقه وقوم بس اتوضى وقوم صلي ركعتين كده لله نصلي جماعه وبعدين نصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. دايما والله يا اسلام يستعين بالمولى عز وجل وده حصل الحقيقه. اخر موقف مع ربيع كان في كاس العالم. وكان الكابتن جار الله يرحمه كان جاب لنا شرايط بقى هولندا نتفرج عليها فاتفرجنا بقى على ريكارد وعلى فان باستن وعلى رود خوليت كلها يعني فاتفرجنا في الفيديو يعني فحفظناهم يعني فجينا في الملعب قدام الاوضه كده بننزل يا دوب نسخن كده فلقينا 2 متر في 3 متر في 4 متر في 6 متر والله هو يعني مكلف انه هيمسك واحد فيهم قال لي نهار ايه ده؟ طب ده عندكم ازاي؟ عندكم ازاي؟ قلت له يا عم انا اصلا مش قادر ومش فاهم قدامي تحت كهرباء سيبني في حالي بقى والله العظيم قال لي بعون الله يا عم احمد بالقران ان شاء الله هنوقفه مش هيعملوا اي حاجه وحصل وعملنا واحده من افضل مبارياتنا يعني ربيع جميل وانا فرحان انا بس حبيت تبقى المداخله يعني ذكريات ودمها خفيف وعايز اسيبكم عشان انا عارف ناس كثيره جدا مستنياكم وفرحان ان ربيع في بيته في النادي الاهلي وفرحان جدا بيك يا اسلام بالحلقات الجميله دي ربنا يخليك يا كابتن بتقدم فيها نجوم النادي الاهلي لجمهور الاهلي وجمهور مصر ده انا اللي بشكرك وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره يا كابتن شوبير شكرا جزيلا يا ربيع بالتوفيق يا رب عم شاكرين يا كابتن شكرا يا حبيبي شاكرين يا كابتن مصر شكرا النجم الكبير كابتن احمد شوبير له افضال كثيره جدا على كثير من الشباب الناس الاعلاميين اللي طلع الحقيقه كابتن شوبير يا كابتن شوبير اخويا طبعا وليه موقفين يعني حاجتين من الكلام والكلام وكان دايما يعني العشره والانسانيه والموده والترابط